10 ولا 12. اليوم رانا في توديع الاطفال المتوجهين للمخيمات الصيفيه لشواطئ جيجل. المجموعه المقدره حوالي 160 طفل من ابناء الاسره المعزه والمواطنين والحرس البلدي النشاط الاجتماعي في الفئات المستهدفه اللي رايحين يتمتعوا ان شاء الله برحله حوالي 8 ايام على شواطئ ولايه جيجل. اليوم رانا حضرنا مع الاولاد باش تكون الانطلاقه رسميه من مقر الولايه، وان شاء الله نتمنوا للاطفال ولايه خنشطه انهم يتمتعوا بالمخيم الصيفي في انتظار يعني تجهيز 3 دورات اخرى ممثله.